بعد التعديلات الأخيرة وتغيير الشكل العام لمدونة البلوجر أو للبلوجر بصفة عامة، اليوم سوف نشرح لكم كيف تقومون بالعودة إلى الشكل القديم. كما تلاحظون هذا هو الشكل الجديد، سوف نقوم بحل هذه المشكلة ونقوم بالعودة إلى الشكل القديم من أجل التعديل وغيرها من التفاصيل. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أيام قليلة قمنا بشرح لكم واجهة البلوجر الجديدة بعد التحديثات الأخيرة. هذه هي واجهة البلوجر. هناك من وجد العديد من المشاكل فيما يخص هذا التحديث الجديد، وهناك من أعجبه التحديث، هناك من لم يعجبه التحديث، لكن إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أريكم كيف تقومون بالعودة إلى الشكل القديم. فكما نعلم فلا توجد هناك أي رسالة تقول لك إذا كنت تريد أن تقوم بالعودة إلى الشكل القديم تمت إزالتها، كانت تظهر هنا في الأسفل، الآن تمت إزالتها. كيف سوف نقوم بالعودة إلى الشكل القديم؟ أنا قمت بوضع لكم هذه الروابط، سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو كما العادة. جيد، فعلى سبيل المثال هنا كما قلت الروابط سوف أضع لكم أسفل الفيديو. كل ما عليك فعله هذا الرابط بالنسبة للرابط القديم، أنت سوف تقوم بأخذ هذا الID الخاص بك، هذا هو الID، تقوم بأخذه بهذا الشكل، تعمل له كوبي Ctrl S ثم تتوجه إلى هذا الرابط، تقوم بتغيير هذا الID، تغيره بالID المدونة التي تريد أن تقوم بالدخول إليها بهذا الشكل. ثم نعود إلى الصفحة، نقوم بفتح صفحة جديدة حتى تتأكدون من نجاح العملية. بعد وضع الرابط نقوم بالنقر هنا على البحث، وسوف تشاهدون بأعينكم كيف قمنا بالعودة إلى الشكل القديم. هذا هو الشكل القديم. الآن يمكنك أن تقوم بالتعديل وغيرها من التفاصيل. بالنسبة لبعض الإخوة اشتكوا من مشكل عدم القدرة على تغيير أيقونات الخاصة بالموقع الإلكتروني. كيف نقوم بذلك؟ العملية بسيطة، نتوجه إلى التخطيط بهذا الشكل، وبعدها سوف تجد هنا رمز الإعداد المفضل، وتظهر لك صورة الأيقون، هذه الصورة. يمكنك أن تقوم بعد ذلك بعملية التغيير الصورة، هذا هي الصورة، يمكنك أن تقوم بتغييرها بالصورة التي تريد. هذه هي الطريقة، سهلة جدا، ويمكنك أن تذهب إلى وتقوم بعملية التغيير وغيرها. أما بالنسبة للإعدادات الجديدة فهي صعبة نوعا ما، فكما تلاحظون هذا هو الشكل القديم بشكل جيد جدا بالنسبة للإحصاءات، كذلك نظرة عامة الأرباح، وكذلك هنا بالنسبة للتخطيط وغيرها من التفاصيل. هذه هي الطريقة، هذا هو الرابط إذا قمنا بعملية عمل ريليد للصفحة. مثلا سوف نقوم بعملية ريليد للصفحة، سوف يظهر الرابط كما هو. أما هنا فإذا قمنا بعمل ريليد للصفحة سوف يبقى الشكل القديم كما هو كما تلاحظون. أما إذا قمت بتغيير المدونة سوف يتم تغيير الشكل. لذلك حاول أن تقوم بالاحتفاظ بهذا الرابط كي تقوم دائما بتغيير فقط الأيدي لكي تحصل على الشكل القديم. هذه هي الطريقة كما تلاحظون الفرق بين الشكل القديم والشكل الجديد. صح، حقيقة أن الشكل الجديد فهو جميل، لكن المشكل الذي بهذا الشكل وهو صعب نوعا ما في عملية الاستخدام وبطيء نوعا ما، أما القديم فهو جيد جدا. هذه هي الطريقة، أتمنى أن تكون الفكرة والموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.